ما خلينا محل وما دورنا فيه، وأساساً مبنى الإعلام يأثر على التحقيق. راح الواطي خطف أشهر بنت بالبلد. لا تأكل هم أبداً سيدي، أكيد نحن رح نمسك هذا الواطي. ما حدا حكى معك؟ كل العيون هلأ صارت علينا، لك حتى الإعلام، واسكندر عم يستخدم نفوذه ويضغط علينا. ماشي رح أتحمل، شو ما بدك وشو ما بتحتاج بأمن لك، المهم حل هالقصة بأسرع وقت. تمام. دائما بيعصب علي، خربت الدنيا إذا قلت له رح نمسكه. ليك سيدي، اسكندر قرصه ما قدر يتحدى هذا الزلمة ويوصل له، ما شاء الله عليه طلع قلبه قوي، بلشت حبه لهالزلمة ها؟ كل واحد كان عم يتفرج على هذا البث، أكيد رأيه مثل رأيك، خطة ذكية. بس كأنك عم تبالغ شوي سيدي، مو لهالدرجة. لا ما عم بالغ، ليه كيف ضحك عليك كمان؟ كل ما طولت القصة أكثر، كل ما زادت الناس اللي عم تدعمه، كل الناس عم تصير بطرفه. طيب شو مشان الاستفتاء يلي قال الزلمة إنه رح يعمله؟ عن جد رح يتصرف حسب النتيجة ولا شو رح يعمل؟ لنفترض إنه الاستفتاء حقيقي، الزلمة ليش لحتى يخاطر؟ بالنهاية القرار عنده وبيقدر يغير بالنتيجة على كيفه. أساساً مانو بحاجة ليعمل هذا البس كله، كان بيقدر يقتلهم وينفد من القصة. طيب لكان شو مشكلته؟ والله ما عم بفهم، يعني شو بده؟ أول فكرة قدرت أخذها عن هالزلمة إنه ما عنده القدرة والشجاعة لحتى يقرر يقتل حدا لحاله، بده يشوف رأي الناس. حكيك صح، بده يتأكد إنه الناس موافقينه الرأي ليريح ضميره. إذا كان كل يلي حواليك بيوافوك الرأي، حتى لو كان يلي عم تعمله غلط بغلط تعتبره صح، بهالمنطق تتفاعل الناس على منصات التواصل، هذا اللي عم يصير بهالوقت. تمام، هلأ لنفرض مثلاً إنه عم نفكر بنفس طريقة تفكيره، يعني أردا أولاً خطف البنت، شارمين ضربت فيها، خبطتها بالسيارة، بس كايا وين موقع كايا بهي المعادلة؟ مثل ما قلت سيدي كلها احتمالات، لحد هلأ ما أنا متأكدين من أي شيء. ما عم نتحرى عن القضية نور، يعني بس عم نحاول نفهم طريقة تفكيره لهذا المجنون. طيب معقول تكون كل هالقصص كذب؟ يعني معقول هالزلمة يكون اخترع كل هالقصص من خياله؟ وكل هالأدلة اللي قدمها كذب؟ كل الاحتمالات ممكنة. برأيي هالقصة ما فيها شيء منطقي بنوب، لو كانت منطقية كانت أول شيء اقتنعت مرته. ممكن يكون هالزلمة مفكر إنه الشيء اللي عم يعمله هو اللي رح يخليه بطل بعيون الناس، بس أكيد غلطة لأنه يومين وبينتسى مثل أي خبر. بالأول بيصير عليه مشاهدات كتير وبعدين بينتسى وبيملوا الناس من هذا الخبر وبيكرهوا، يعني بالآخر بينتسى.